نعمة ما انا مديلك ولا مليم. اوعى كل يوم تيجي تحليط لي كده وتقعد تلعب معايا. اجري نعمة لما موت نفسي. الفلوس دي بتاعتك انت، معاك فلوس اجري. مكتوب عليها اسم. ايه ده؟ مكتوب الملك فاروق. ما هو انا الملك فاروق بس مش انت اخويا. لا رئيس العصابة ايه وانا اسرق البنك. لا اجري. لا ما تدينيش 10% ومش مديلك انا. نعمة ما انا مديلك ولا مليم. تلعبني مالك ولا اكتبها؟ ولا بتدفع اجري. يا ما انا هكتب لك شيكات. مالك ولا اكتبها؟ مالك. هو اللي كسب. كسب. اديله عشان يعوض. اديله ده حظه ماشي. اديله حظه ماشي في ايه؟ خساره. بس يا دنت اسكت. انت مش مكسوف من نفسك؟ اديك وتر وورك فرخه جوه. ولا وورك فرخه ولا بتاع. انبسطت؟ الحمد لله فلوسنا رجعت لنا. انت كان معاك فلوس رجعت لك. كلهم تستكروا دلوقتي. طب ربنا يخليك. بس يا عم الله يخليك يا امير. بس يا سلطان بقى نسمع بس. مال انا من رايي ان اول حاجه انا معترض. على ايه؟ معرفش، انما ادام في مجلس لازم اعترض. لازم احسن يقولوا عليا حمار. المجلس كده اول ما يقعدوا يقولوا انا معترض. حتى اسال السيد العدو. ايه رايك يا سيد العدو؟ ربما. وقعت في مجلس بهايم. بس يا عم تتذكر يا سلطان. طب ده مش مجلس يا سيدي ولا هو اجتماع. امال ده ايه؟ دي قعده. قعده؟ فين الجوزه؟ حاسس على الكلام عشان ما نغلطش. الجوزه مش في البيت. وهي يعني القعده اللي في البيت؟ حقك عليا. اول حاجه يا سلطان هنحط الجواب ده اهو مطرحه في الشنطه عشان بابا ما يحسش لا فتحنا الشنطه ولا عرفنا حكايه جوازه خالص. عشان نحل المشكله من غير ما يعرف. احنا كبرنا. خد يا صاحبي حط الجواب ده في الشنطه دي اول حاجه. تاني حاجه انا اقول لك بقى يا كمان. قول يا صاحبي. نشوف اي طريقه نقنع بيها بابا انه يسيب الست دي. برافو. نعمل ايه؟ ايوه نقتله. هتقتل ابوك؟ لا يا سلطان. انا من رايي ان احنا نصلح انفسنا ونصلح تصرفاتنا. مالها تصرفاتنا؟ احنا الشباب زي الفل اهو. طيب انت مثلا. ايوه ركبنا الغلط. طلع لنا بتاع البيجامه الحمر. لا بقالك كام سنه في الثانويه العامه؟ من ايام الحمله الفرنسيه. انا عارف. انا عايز انجح بس ازاي؟ بطل تنطيط يا اخي. انتبه لدروسك. فكرك ما حاولتش كتير وشرفك لكن ما قدرتش. كل ما انا اذاكر افتح صفحه في الكتاب الاقي حلقه اجنبيه في التلفزيون. اقلب الصفحه يطلع لي ماتش كوره في القناه الثانيه. قافل عليا باب اوضتي واقول والله ما اخزيك يا شطان. يطلع لي المرحوم عبد الحليم حافظ ينكدها في وشي ويسودها في حياتي ويقول لي طريقه كمسدود مسدود مسدود. يا والدي مسدود. اهج من البيت واقول اذاكر في الشارع الاقي اعلان كبير واحده لابسه مايوه واقفه بتغمز لي. مين يا عيال؟ مين يا سلطان؟ مين يا سلطان؟ سعاد حسني. البنت بتاعتي ولا ايه؟ تعرفك ولا تعرف اهلك؟ ثابت بحثك يا قلق. بطلوا خناق بطلوا خناق بطلوا خناق. بس يا ابني هرا تعال 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 هو بقى تعال هنا. ايه انت لازم تسيبك من حكايه سعاد حسني دي. انت كمان بتحبها؟ انت مالك ومال كل الناس بتحب سعاد حسني يا عاطف. طيب انا هفرج الناس دي. هفرج الناس. معجبين بيها. معجبين بيها. زي ما انت معجب بيها بالظبط. ويعني هموتهم. طيب الحكايه ديت مضايقه بابا. في ايه بقى؟ ارحمه شويه من فواتير التليفون. هبعت لها تلغرافات ما يجراش. عاطف اخويا حبيبي انا هينساها خالص. انت كابتن تحر يا انت عمرك ما شفتها يا عاطف. انت بتشوفها في السيما بس. صبر ايوب. وايوب كمان بيحبها يا دنيله. يا جماعه شاطر يا عاطف. تعالى يا صاحبي. نعم. لعلمك بقى انا زعلان منك قوي. ليه بس يا كمال؟ انت عارفه ان بابا
بيحبك اكتر واحده فينا احنا الاربعه. يا سلام يا اخويا، طب ما انا كمان كنت بحبه. كنتي؟ اه. ايه كنت ده يا بت؟ كنت بحبه. ما شاء الله، حد يكره ابوه استهانم. انا عارف. وفرضي بابا عمل عامله زي دي، تاخدي شنطتك وتروحي تشتغلي رقاصه. رقاصه؟ اه والله يا سلطان رقاصه. حسبي الله ونعم الوكيل. الله عليك وعلى تربيتك. يا سلام يا اخي، انت مش لسه كنت موافق دلوقتي؟ ايوه يا بنتي، كنت هستفيد، كنت هيطلع لي قرشين اسلك بيهم نفسي، اشوف نفسي. تمشي معايا يا صاحبي. مش اخويا كمان. اخوك صايع. اعمل ايه بقى؟ خلاص يا سحر، انت بتاخدي مصروف بينا احنا الاربعه، والشوكولاته اللي بيجيبها لك بابا، والفسح. صح كده؟ صح كده. طب ارجعي زي ما كنتي وبابا يحبك اكتر من الاول. خلاص يا كمال، احاول عشان خاطركم. برافو يا سحر، انا عارف انك انت شاطره. برافو يا عاطف. هاي كل شيء في البيت ده هيمشي كويس، بس لو فكرنا كويس. وانت بقى اللي على راسك ريشه، ما بتغلطش ابدا. انا ما بغلطش. السنه اللي فاتت انا جبت امتياز، ووعدت السنه دي بابا ان انا هجيب امتياز. مش زعلان مني؟ امتياز؟ اه امتياز. اه لكن عندك تخلف في حضن الوليه اللي فوق دي. الله، ما رايك بقى يا سلطان، احنا مش قلنا ننسى الموضوع ده بقى يا اخي؟ اصل السونه دي وليه ملعب، وتقدر تجيب رجله تاني. انت ما تعرفهاش زي. زيك؟ اه زيي. زيك يعني ايه؟ مفيش داعي، احنا عندنا ولاية. اسكت. حصل كلامك. اوه تعالى معايا يا فاطمة. الكنافة حارة والميت كلب. زودتها قوي. ايه زودتها قوي دي؟ طبعا زودتها قوي. ازاي تسمح لنفسك تتكلم عن ست محترمة بالطريقة دي؟ ست محترمة تقعد تلعب لي حواجبها من شباك الحمام؟ مدام سونة؟ مدام بتاعها بتاعتك؟ انت كداب. ما تقولش كداب. انت كداب وقل أدب كمان. ايه ده؟ ولا؟ ولا؟ أخوك الكبير يا ولد. امشي هتخش جوه. يا ولد يا ولد.